صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل سمى ابنته راما ثم يقول أحسن الله إليكم: رجل سمى ابنته راما راما نعم أحسن الله إليكم نعم. يقول: ثم تبين له أن معنى هذا الاسم آلهة الهندوس، فهل يستمر على هذا الاسم؟ اللي نعرف أن راما اسم مكان في جزيرة العرب أو بلد، ليست عند المجوس. إذا تأكد أن هذا عند المجوس يترك هذا الاسم. نعم.